حياتي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. يمكن بعض الأهالي بيستغربوا لما أولادهم بيشوفوا كوابيس، وأكيد الموضوع مزعج لأنه ما حدا بيقدر يشوف ابنه مو مرتاح، على الأقل باللي بيقدر عليه. رح نحكي اليوم ليش الأطفال بشكل عام والأطفال السوريين بشكل خاص بيشوفوا كوابيس، وكيف ممكن نتعامل مع هالحالة ونساعد الطفل على التخلص منها. خليكن معنا على السمع. ممكن الطفل يكوبس إذا كان تعبان، مريض، مرتفع درجة حرارته، ما عم ينام وقت كافي وبانتظام، القسوة والضرب والشتم، أو عدم العناية والرعاية الكافية من الأهل. هي أسباب عامة، وفي أسباب تانية يلي هي غالبا بتكون مرتبطة بالأطفال السوريين لما بيشوفوا كوابيس، مثل الإحساس بالقلق والتوتر وعدم الأمان بسبب تغييرات كبيرة عم يمر فيها، مثل تغيير المدرسة أو البيئة أو انفصال الأب والأم. وكمان من أسباب الكوابيس أنه يتعرض الطفل لحادث مفاجئ أو صدمة كبيرة مثل وفاة أحد المقربين. هذا غير إحساس الطفل السوري بعدم الأمان نتيجة القصف والحصار والتهجير ببعض المناطق السورية. للأسف أطفالنا عم يتعرضوا لأكثر من مسبب للكوابيس، بس ضمن إمكانياتنا شو منقدر نعمل؟ كيف ممكن نساعد الطفل؟ أول شيء مهما كانت ظروفنا صعبة مهم جداً أنه نسمع الطفل، خليه يحكي ويعبر عن أي شيء عم يحس فيه، خوف، سعادة، قلق، ونسمعه بجدية، يعني لا نستهين بحديثه ولا نتمسخر عليه، ونحاول نطمنه ونبعد عنه المشاعر السيئة من خلال الكلام والنظرات واللمسات اللي فيها حنان واهتمام. الخطوة الثانية إنه نعلم الطفل كيف يتغلب على مخاوفه، وممكن يكون هالشي بإنه نحكي له قصص عن هاي المخاوف أو عن مواقف صارت معنا بتتعلق بهاي المخاوف وكيف بالنهاية الإنسان بيقدر يتغلب عليها. وكتير مهم نجنب الطفل مشاهدة الصور والفيديوهات المخيفة أو حتى الأخبار لأنها بتحسسه بعدم الأمان. وبالمقابل إذا ما كنا بنقدر ناخد الطفل على مناطق فيها طبيعة ليسترخي، نحفزه على الأقل إنه يتخيلها قبل النوم، يتخيل حاله عم يلعب بالرمل على شط البحر أو بحديقة حلوة. هاي بيسموها تكتيكات الاسترخاء. وآخر شيء ضروري نطمن على الطفل وقت يكون نايم، خاصة إذا كان عنده غرفة مستقلة، يعني لا نستنى ليفيق خايف ومرعوب لحتى نجي لعنده. وتذكروا دائما أنه تهتموا بمشاكل الطفل وتسمعوها منه حتى لو كنتوا بتعرفوها، وتمشوا معه خطوة بخطوة وبصبر ليقدر يتغلب عليها. هاي بعض الخطوات اللي بنقدر نساعد فيها الطفل يلي عم يشوف كوابيس. خلينا نعمل منها اللي بنقدر عليه لنبعد عنه الخوف والقلق قد ما بنقدر. سلام. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.